وبالتاليف من خلال المتدخلين سواء السيد رئيس الأسرة، السيد المدير الإقليمي، رئيس بالنيابة لجماعة أكمام، كذلك المؤسسة، كيبين بأن كاين واحد الإرادة وواحد الرغبة جماعية عند كل المتدخلين باش يشتغلوا على إخراج هذا المشروع ولا هذه الفكرة ديال المجمع ديال الصناعة الكويتية اللي غادي يكون واحد المجال مفتوح للصناعة الكويتية فين غادي يشجعهم باش يبرزوا ويطوروا المهارات الحرفية ديالهم وكذلك باش يسوقوا المنتوج ديالهم، لأن كنعرفوا بأنه إذا كنا كنكونوا النساء في الحرف وما كنوفروا لهمش الفرص فين غادي يخدموا في إطار تعاوني في إطار وحدات إنتاجية وغير ذلك، وكذلك ما كنوفروهمش الإمكانيات باش ندعموهم ويسوقوا المنتوج ديالهم، فما كناش غنبقاو نكونوا هاد النساء ويجلسوا في ديورهم. لذلك فكنتمنى انه هذه الفكره ديال مجمع التعاون والتمرين كل واحد مقام المسؤوليه ديالو باش ننزلوها على الارض الواقع، لانه غيكون عندها واحد الواقع للسكنه المحليه وغادي تساهم بشكل كبير في تحسين ظروف عيش ديال هاد الحرفيات والحرفيين. وكذلك كانت مناسبه باش مجموعه من الاخوات والاخوان اللي طرحوا انه اصبح من الضروري خلق مركز للتكوين المهني لفائده شباب اكمان، خاصة أن هذه الجماعة ديال الأركمان اللي فيها واحد العدد ديال الطاقات الشابة والشابات اللي خصهم لابد واحد المركز ديال التكوين المهني باش تكونوا في باقي الحرف، وخاصة في المجال السياحي باعتبار أن جماعة الأركمان واحد المنطقة اللي عندها مؤهلات سياحية كبيرة، وبالتالي فمن موقعنا لابد أننا غادي نترافقوا أمام الجهات المسؤولة باش إن شاء الله نخرجوا هذا المركز ديال التكوين المهني اللي غيكون مفتوح لاحتضان الطاقات الشابة في هذه الجماعة اللي عندها واحد الأهمية كبيرة، وكذلك أن هذا المركز غادي يساهم بشكل كبير باش تكون بعض المهن للشباب اللي غادي تمكنهم من اندماج في سوق الشغل. شكرا.